Questions, go ahead. Heads. Tails. No one. Serve. إذن جوكوفيتش يكسب القرعة، يختار الإرسال والتعليمات من الحكم ديميان، حكم الكرسي لمونفيس لجوكوفيتش قبل انطلاق هذا اللقاء الأخير ضمن لقاءات ربع النهائي لبطولة كندا، سادس بطولات سلسلة الماسترز الألف نقطة. إذن هنا فترة الغروب الآن، غروب والمغيب للشمس في مدينة مونريال، والتوقيت في مونريال الآن هو الساعة 7:40 مساء بتوقيت مونريال، وتوقيت مكة المكرمة يتقدم على توقيت مونريال بسبع ساعات، الفارق سبع ساعات. والآن فترة المغيب في مونريال، وكما نشاهد الثلاثي هنا، وصل هذا الثلاثي وأولهم كان مارديفيش على حساب فافرينكا، بعد ذلك تبسلفيتش يتخطى بيرديتش، ومن ثم آخرهم كان تسونغا قبل دقائق تخطى الأسباني الوحيد الأسباني الذي يتواجد في ربع النهائي الماغرو بمجموعتين لا شيء. الآن هل يكون هناك صربي آخر في ربع النهائي؟ هل يكون فرنسي آخر في ربع النهائي؟ كله سنتابعه بعد قليل، ومع نهاية المباراة ستتضح الرؤية. طبعا الترشيحات لجوكوفيتش، وهذا شيء واقعي، أنا شخصيا أعطي نسبة أكبر لجوكوفيتش، وفي الاستديو الكابتن كريم أعطى لجوكوفيتش، وأعتقد العديد يعطي جوكوفيتش بناء على مقياس، على معايير تابعناها لنوفاك جوكوفيتش. ليس تقليل باللاعب مونفيس، ممكن يفعلها، ممكن، ما في شيء مستحيل، ولكن احنا بناء على ما نراه لمشوار هذا اللاعب، مشوار مخيف للاعب نوفاك جوكوفيتش في 2011، 50 فوز خسارة واحدة في هذه البطولة، يفوز في الدور الأول على اللاعب نيكولاي دافيدينكو باختبار كبير، وتخطى الاختبار بعد ذلك يوم الأمس أمام تشيلتش، اختبار آخر أيضا. جوكوفيتش يحافظ على أدائه وعلى فعاليته وعلى ثقته في نفسه، ويمر بمجموعتين للا شيء. هنا الكل يعرف حكاية جوكوفيتش في التصنيف العالمي منذ 2007 حتى 2010، ينهي بالتصنيف الثالث عالميا، نعم وصل إلى الثاني ولكن ما ختم الثاني عالميا، الآن هو في التصنيف الأول عالميا. يقول جوكوفيتش قبل البطولة: الآن الضغط أصبح أكبر علي وأنا في الصدارة، وأيضا يقول هذا حلم كان لي وأصبح حقيقة ويجب أن أتقبل وأتحدى. وأيضا نوفاك جوكوفيتش في هذا الموسم استطاع أن يحقق 8 ألقاب من 9 مشاركات، 9 مشاركات 8 ألقاب، واللاعب الوحيد الذي وصل إلى كندا من أول موسم بخسارة واحدة كان هو جون ماكنرو، حقق 54 فوز وخسارة واحدة، الآن يحقق هذا الرقم، ثاني أكبر رقم هو نوفاك جوكوفيتش في العصر الحديث، يصل بطولة كندا وهو يخسر خسارة واحدة، وحقق 48 فوز بناء على قبل البطولة، ولكن الآن وصل إلى 50 فوز. جوكوفيتش يصل النهائي في الماسترز خلال مسيرته الاحترافية 15 مرة، يكسب 9 ويخسر 6، والرغم القياس باسم رافائيل نادال ب 19 لقب. هنا بعض المعلومات للأسمراني الجميل الرائع صاحب الأداء الاستعراضي، يميل إلى الاستعراض كثيرا، عنده إمكانيات عالية، لاحظ قوة الجسد، بنية الجسد، إمكانيات وهوية لاعب بطل، ولكن مشكلة عنده في الذهن، ما عنده التركيز العالي، ما يحافظ على أدائه، ما يحافظ أيضا على الرتم والوتيرة، تشاهده في مباراة يرتفع، في بطولة ينخفض وهكذا، ولكن عنده مقومات البطل مونفيس، جميع المقومات سواء في المهارات، في الجسد، في إرسال، أمور كثيرة فيها تتواجد في هذا اللاعب. الآن هو في مكان مرموق رقم 7 عالميا، إذا مكان رائع، وهذا أفضل تصنيف له خلال مسيرته الاحترافية في الماسترز، فاز في 44 مباراة وخسر نهائيين في الماسترز. اللاعب مونفيس خسر نهائي باريس بيرسي 2009، وأيضا هناك نهائي آخر خسره اللاعب جايل مونفيس. وخسر نهائي باريس بيرسي، نعم نهائي باريس بيرسي، وجايل مونفيس لاعب يعتمد على القوة، شعبية كبيرة أيضا لهذا اللاعب، يمتاز بخفة الدم و في التواصل مع الجمهور.
ومونفيس خسر نهائي باريس بيرسي 2009 2010 و2010 خسر امام سودرلينغ الذي يغيب بسبب الاصابه في الرزق. مسجل المواجهات جوكوفيتش 6 لا شيء يتفوق، لم يخسر على الاطلاق من جايل مونفيس، دائما هو الذي يتفوق. ونوفاك جوكوفيتش ايضا صرح بانه يريد ان يجمع اكبر عدد من المباريات في هذا الموسم. ديميان ستينر هو الذي سيدير هذا اللقاء، وبابتسامة هنا عريضة على الشاشة وهو مستعد لإدارة هذه المواجهة الأخيرة في ربع النهائي. نوفاك جوكوفيتش نولي اللاعب الصربي الذي يقول أعيش أفضل أيامي هذه الأيام، أفضل 8 شهور في حياتي مع المدرب السلوفاكي مريان فاجدة، هذا المدرب الذي وضع البصمة الكبيرة منذ 2006 في المنتصف، أشرف على تدريب جوكوفيتش وأخذ بهذا الصربي وأصبح نجم يلمع في سماء هذه اللعبة الآن. تحية كبيرة ويرد التحية صاحب خفة الدم نوفاك جوكوفيتش، أخلاق عالية وروح رياضية دائما عالية من هذا اللاعب، ويجد احترام كبير ما بين لاعبي التنس، محبوب اللاعب نوفاك جوكوفيتش، أيضا الجمهور يباد لها التحية ولديه علاقة جيدة مع الجمهور. هذا اللاعب شخصية تقابلت معه قبل عامين في فرنسا وتحدثت معه، شخصية جدا رائعة متواضعة وسهل الوصول إليه والتحدث معه، عكس بعض اللاعبين ممكن تواجه مشاكل، ولكن حتى الجمهور في سهولة في أن يصل ويتحدث مع اللاعب نوفاك جوكوفيتش. هذا اللاعب الذي برهن بأنه هو الأفضل في هذا الموسم من خلال النتائج التي قدمها في موسم 2011، وبداية الشرارة كانت في أستراليا وثم سونامي التنس أخذ يمشي ويتجول من قارة